بسم الله الرحمن الرحيم. حصة اليوم هي فيها نصائح، ونصائح ثمينة وغالية جدا، لازم تنتبهوا لها مزيان. الغربيين يقولون عنها الاسبري، احنا كنقولوا النفس الأمارة بالسوء، لأننا نحن مسلمين. الجميل في ديننا الحديث أنه لا كوميكاسيون اكزيست، عندنا من أيام حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام، والدليل كاين في القرآن عندما خطبه الله سبحانه وتعالى، قال له: لو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. يعني بمعنى أنه سيد كان محاور وكان صبار، وكان كي يسمي على بلاص دي زوطخ، كيدير راسو بلاص الآخرين. هذه هي لي باز ديال لا كومونيكاسيون. أول حاجة أنك دير راسك بلاص الآخرين، أنك تكون صبور، أنك تكون تسمع الناس، أنك تقول مثلا، كتكون ضاني، يعني كتحكم على الفعل وليس الشخص. هذه مهمة بزاف، ركزوا معايا. يفكون ضاني يعني لاكت اي با لا بيرسون، دايما جرم الفعل وما جرمش الانسان. دايما حاول تبحث علاش دار بحال هكاك، باسكو تو كومبورتمون اي ايسيو دون بون انتونسيون. كل تصرف هو منبعث من نية حسنة. هنا انا ماشي كنبرأ لواحد مثلا كيخطف خبزه، ولا يخطف 10 دراهم، ولا يخطف اكثر، ولا يخطف اقل، انما هو في الفكر ديالو انه هو محتاج لهذيك الحاجه، وهذاك هو السبيل الواحد اللي غيوصل ليه. دونك ما تجرمش الانسان، جرم لاكت والاسباب اللي ادت الى ذاك لاكت. وهذا الشيء علاش كنشوفوا امراض كثيره في المجتمع ديالنا ما كتداواش، لانه الطريقه ديال الدواء ديالها ما خطا. جو بارل با سيلمون دو نوتر سوسيتي، المجتمع ككل قليل، واحد النسبة ضئيلة كتحاول دابا تشوف دوك الناس الجانحين وتقرا السلوك وعلاش والظروف وكذا وكذا. مي لا بليبار كيشدو كامل في الحبس، كيزيد يخرج أكثر إجراما. المهم موضوعنا اليوم هو النفس الأمارة بالسوء. ألوغ النفس باش تغلبها، يعني على ما أظن كاين 1% أو أقل اللي كيغلبوا النفس الأمارة بالسوء. لكن انا كنقول للاصدقاء ديالي لي كوتش الاجانب، كنقول لهم حنا انا كنغلبهم بحاجه واحده، لانه استمد قوتي من القران. يا سلام يا الشباب لو كنت تدبروا القران. بزاف اللي مسكين حاجه بالقران هو غير الصلاه، وما تشوفش البنات، وما ديرش ديك الحاجه، وما ديرش ديك الحاجه، يعني كله اوامر زعما، وهو راه ما تيدير والو، تيخرج على راسه من هذا الشيء اللي قلت ما تيدير والو، ولكن هو خايف. لا غيزيرني، ما غيزيرك والو القران، بالعكس غير تدبر القران وغتلقى بالعكس راحه وسكينه وقوه وثقه في النفس، وما تخوفك حتى شي حاجه. المهم من النفس الاماره بالسوء شنو هي؟ 1% قلت لكم اللي كنخرج عليه الناس الاماره. حتى الناجحين كتجيبوا لواحد النقطه وكتحب توقف. نعطيك مثال. اليوم نطي قلتي غنجري مثلا 2 كيلومتر فوتني كبدايه، انت شديتي تراك بقيتي غادي، كتوصل مثلا نص، كتبدا تحس بالعياء. اول اشاره كتجيك من النفس الاماره بالسوء تقول لك وقف بارك عليك، حتى المره حتى واحد 10 ايام عاد تبدا تزيد، وهي تما فين غتبدا تنفع راسك، هي ما تخليكش تنفع راسك تما تتحبسك. ركزوا معايا. بغيتي تمشي للفورماسيون قالوا لك فيها دوزون، بانت لك طويله بزاف. نعم، واخا كاع تبدا وتقول هذا الشيء ما كاين معنى. مشيتي لاصال تريني، بدا معاك المونيتور في الاول، كيبدا يديك زيكسيس ساهلين، حقرتيهم قلتي ما كاين معنى، نو خرج انسحب. هذه هي نفس الامر بالسوء. مشيتي حطيتي السي في ثلاثه ديال المواقع، ثلاثه ديال لي سوسيتي، ولا صيفطتي ثلاثه ما جاوبوكش، صافي بالنسبه لك، صافي ما انت ما عندكش الحق، وما محقور، وما عندكش، ما كيعرفك حد، وما غادي. مشيتي دوزتي واحد الكونكور ما جابش الله، صافي لي كونكور كلهم ما غاديش تنجح فيهم. هذه نفس الاماره بالسوء. الوغ لو مومون فين تعطيك الاشاره لهنا تقول لك حبس، تما فين، ويا سلام كنت فهموا القصد ديالي في هذه القضيه. اقسم بالله لا تكونوا ان شاء الله ولا تكونن من الناجحين والناجحات. ملي تقول لي نفس الاماره بالسوء ستوب حبس، تما فين نقول صافي، هنا السر. جو كونتيني، انا كنجري. بدات كتقول لي حبس، راك كتعيا، راك كدا، راه بارك عليك، راه كدا، راه انت ما شحال هادي ما ترينتيش، تما فين غنزيد. جو بار با نزيد نقطه راسي، مي نزيد
باسكو ما فين سي لو مومون ديسيزيف فين تغلب عليها وتاخذ زمام الامور نتاعك. قولي باش تكون عبد للنفس تكون هي عبد ليك. قولي اللي كرمهم الله واللي غادي يكرمهم الله بهذه النقطه هذه سي تري امبورطون باسكو هي ما عمرها تخليك دائما كتدفعك الحاجه للشهوه. اه وي كتحضر كتبوسي اكثر من الشيطان، هي اخطر من الشيطان. الشيطان كيبدل جاك من هنا ما بغيتيش يجيك من هنا، هي لا هي كتانسيستي عليك الحاجه اللي بغات خصك ديرها. دونك النفس الاماره بالسوء ملي كتبغي دير شي حاجه خايبه ما توقفش لك في الطريق، لكن ملي كتبغي دير حاجه زوينه كتوقفك. فات تري اتونسيون. لذلك قال اني اعوذ بك من نفسي ومن الشيطان الرجيم. دونك اي حاجه بغيتي ديرها بغيتي تتعلم لغه بحال هادي كون على يقين ان النفس الاماره بالسوء ما تخليكش، خاصك توقف ولا كاع تبدا وتقول لك ابوندوني. راه ماشي الشيطان هذاك، راه النفس الاماره بالسوء باش تفرق بيناتهم. الوغ il faut insister. احد اكبر لي كوتش في لي زيتازوني كبر واحد الطفوله ما نقدرش نقول لكم كلها اهانه وتنمر وحقره وحيت هو كحل شويه وزاد باش كملها فقد الاب ديالو والام ديالو ما كانتش مساليه ليه وترمال وحدو وكيضحكوا عليه في الطريق كيضحكوا عليه في المدرسه وزاد داك الغبن وداك الشيء غلاط بزاف. دابا سي لوم لو بلو فور دي موند كيجري ماشي مئات الاف الكيلومترات وكيدير دي كور دو كوتشينغ خطيرين جدا غادي نبروبوزي لكم منها واحده ان شاء الله قريبا. وهو اللي عطى الدليل على انه بامكانك اذا تغلبتي على النفس الاماره بالسوء بامكانك انك تمشي بعيد في حياتك وانك فعلا تحقق شي حوايج انت براسك غادي تعجب ليهم. اتمنى ان هذا الميساج يوصلكم وتفكروا فيه مزيان بانه كل شيء واقف بينكم وبين النجاح هي نفسك. اكبر عدو ليك هو النفس ديالك، راه عايش فيك وانت ما عايقش به، ماشي داك اللي حاسدك، ماشي داك اللي كيكرهك، ماشي المجتمع، ماشي دوك اللي مشيتي عندهم، انما نفسك هي اكبر عدو ليك. لا تغلبتي عليها وحكمتيها ولات هي عبده ديالك انتهى الامر، بقيتي العبد ديالها ضعتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الخليفي يحييكم والى لقاء قادم ان شاء الله.